ننصح كل مسلم أولا إذا ابتلي بثوب طويل دون الكعبين أن يقصره عند الخياط، ثم إذا ابتلي بلبس البنطلون أن يطلقه بالتلاتة، لأن هذا البنطلون ليس عيبه فقط أنه دون الكعبين، عيبه مثله أو أكثر منه أنه يجسد العورة، لأن المصلي حين يصلي فيركع ويسجد فتتجلى عجيزته إن كانت كبيرة أو لطيفة أو صغيرة، وأي ثوب يجسم العورة فهو حرام. أرأيتم لو أن امرأة لبست ثوبا جسم أليتها، جسم فخذها، وهذه المرأة هي زوجة المتبنطل، هل يرضى من زوجته هذا اللباس المجسم؟ أنا أقطع إن كان بقي عنده ذرة من غيرة إسلامية، أقطع بأنه لا يرضى لها ذلك. لماذا؟ لأنها تجسد عورتها حتى لمحارمها، لا يرضى بذلك لأنها هذه عورة، فلماذا يرضى لنفسه أن يجسد عورته؟ لا فرق بين عورة المرأة والرجل فيما يتعلق بما من السرة إلى الركبة، هذه عورة الرجل، أما المرأة